أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الناس اليوم يتكلمون في المشائخ والدعاة والعلماء بحجة الجرح والتعديل، فهل للجرح والتعديل شروط؟ الجرح والتعديل في علوم الحديث ما هو بالغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة حرام، ولا هي بجرح وتعديل، فلا يجوز الكلام في الناس، الكلام في العلماء طلبة العلم وأهل الخير، ولو لاحظت عليهم شيء ما يجوز لتكلم بهم في غيبتهم، حرام، هذه غيبة ونميمة. إذا لاحظت عليهم شيء تبلغهم هذا الشيء، ولا كف لسانك وأسكت الحمد لله، وليس هذا من الجرح والتعديل، هذا من الغيبة. نعم.